اهلا وسهلا، رجعنا من جديد. مسابقة ساكو فايز متسابق واحد، فايز واحد جائزة اليوم داخل الصندوق 7500 ريال. 500 ريال، 7500 ريال كاش. كل اللي عليك بس تقول ايش اللي داخل الصندوق، خمن لعل وعسى تاخذ 7500. حلو، راح نعطيك تلميحات إضافة على التلميحات حقت أمس. حلو تمام، احنا لمحنا أمس كذا تلميحين خفيفة لطيفة. نبغى اليوم برضو نضيف من التلميح، نبغى نصعب شوي الوضع. يلا. ألو. أيوة. صباح الخير. أهلين، صباح الخير أحمد. يا هلا فيك، مين معانا؟ مي المروان. هلا يا مي. مي. هلا والله. المسابقة ابتدت. مي جاهزة؟ يا سلام يا سلام على الموسيقى الحلوة. طيب نعطيك التلميح الأول. من تلميحات أمس تمام، يقولك أول شيء خلي الأشياء تختفي. طيب نعطيك تلميحات أمس. ويخلي سيارتك ترجع كأنها جديدة. نبغى نضيف تلميح اليوم. حلو. أوكي. تلميح لنا اليوم يقول، بس شوفي لك إجابة واحدة. فكري يعني، خذي وقتك، معك 30 ثانية عشان تجاوبين. تمام. أوكي. يعني تشوفي استنتجي من التلميحات اللي راحت وعندك 30 ثانية عشان تجاوبين لأنه في وقت. طيب يلا. أعطى تلميح سلطان ولا أنت أعطى التلميح؟ لا لا أنت أعطى. لا لا أنت أعطى التلميح. أنت تلميحاتك لا 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 لا، أنا عندي حس أن أنت اللي بتعطي. أنا بيها تزيد، ما بيها 7500 تروح، أبغاها توصل لعشر آلاف. لا لا أعطى التلميحات أنت اليوم، أنا نضمن السبع يا أخ أحمد. طيب يلا. ها يقول لك يمحي العيوب الخارجية للسيارة. لحظة دقيقة، ولا هذا هو كان تلميحه أنه يخفي العيوب ده؟ أي يخفي العيوب الخارجية للسيارة. يلا بدأ الوقت. يعني بس خارجية ولا داخلية بعد؟ خارجية، قلنا خارجية بس. طيب الوقت يداهمك يا أخت مي. هو هذا الملمع البوليش اللي يشيل العيوب إذا في شمخ في شيء. إذا في شمخ؟ يعني إذا في شمخ صدر السيارة ولا في بقع البوليش. انت قصدك اللي ايش يعني اللي يشيل مخشي قالت صح؟ ايه قالت يشيل الشمخ. ايه يعني اذا في مثلا زلغه ولا شيء. ايه يشيل الشمخ ولا يشيل ايش؟ طيب خل نسمع نشوف. او يا يا سلام، مبروك يا اخت مي، فزتي ب 7500 ريال من مستر بوكس. اكو مستر بوكس، الف مبروك يا مي. كاش. الف مبروك. وانا احاول اتصل زين انها اتصلت علي، اشكركم. تستاهلين تستاهلين، الف مبروك. انا كنت ابغى اوصلها ل 10000 او اكثر بس ما ضبطت. يلا بس جت من نصيبها، الف مبروك. ترسلونها يا ساتر. متى بترسلون الفلوس دي؟ لا غير المشترك. لا راح يتواصلون ان شاء الله الشباب معاك في الاداره اليومين الجايه هذه. خليك دائما على 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 السامع، خليك حول الجوال كذا وراح يتواصلون معك باذن الله ان شاء الله. يعطيكم الف الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. هلا وسهلا، مع السلامه. يا سلام، فازت معانا الاخت مي. ممكن انت تكون الفايز بكره. فازت يعني معانا هي اليوم 7500 ريال مقدمه من ساكو. يعني العداد راح يرجع خلاص. الان رجعنا من اليوم من الساعه 6 الى الساعه 8 في برنامج هنا الرياض مع ركان اليوسف زميلنا، وبتبدا معاه من 2500. ها يا ركان، هذه رساله ترى. ها ابو حميد، اذا ما فاز مع ركان احد اليوم راح تجينا بكره 5000 الصباح. وراح توصل حق، واذا ما فاز عندنا راح توصل لركان 7500. يعني في كل حلقه تدبل اذا ما حد فاز. ها يا ركان، عندك من بكره، عندك من اليوم 2500. ها بالله رحلها لنا الله يخليك. طيب
شكرا لكل من شاركنا وشكرا لكل شخص قاعد يعني يحاول انه يراسلنا. قاعد تجينا للأمانة رسائل كثير انه ردوا علي، حاول اتصل عليكم، اتصالات كثيرة قد ما نقدر نحاول ناخذ اكبر عدد ممكن. لكن مسابقة ساكو لسه مستمرة، الجائزة طبعا قيمة الجوائز كاملة 50,000 ريال توصل، فخليكم دائما معنا على السمع من الساعة 6 إلى الساعة 10 الصباح في برنامج صباحكم سعودي، معي أنا أحمد الهاشم وسلطان الراشد.